متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. لا ينتهي الحزن والأسى لعائلة فغيد بلا بن حمودة الذي فاجأه الموت بعد حادث أليم. جراح واستها الفنانة عايدة عبابسة بعد أن قدمت عزاءها لعائلة فغيد. السلام عليكم، ولكن وعدكم جمهوري الكريم لو ما خرجت من دار بلادي. يما الحمد لله راهي صابرة بنت بالسكرة العزيزة الغالية، وباباه كيما راكم تشوفوا يا مونتفو جينا طمنا على يما على يماه. الله يكون في عونها على كل حال، مالي تحيك وغاجز خويا البركة إن شاء الله ربي إن شاء الله يعوض حب 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 عوض حب حب حب. قال لك هذه شكون جابها لكم؟ ناس بالرقي، ناس بالرقي بلدي يسلمك يبقى حرقنا قلبك. على فكرة وليدك ما بكاش غير يماه وباباه، بكى كاع الجزائريين بكى. انا جيت انا من رحلة راني اون بلان ديميناجمون، وجيت وقلت نروح نعزي نعنق يماه نبكي معاه باسكو انا تاليهم. هذا ولد الجزائر، حنا طفل من اروع ما يكون، الله يعاود حب حب الله. نعاودوا فوالا خوتي كيما شفت ما قلتش هذا بزاف باسكو بكيت بزاف. ريغاردي كومون جو سوي، سيت اون فامي تخي جونتي، ناس من اطيب ما يكون. لو كان ما جيتش كان ما عنديش رحلة ولا غير بالي معاكم، ما جي بخوني ان شاء الله دار دارك يسلمك خويا ربي يحفظك يعطيك الصحة والسلامة.